طيب احنا هنكمل دلوقتي الكلام عن الاكشنز بتاعت السمباثيتك سيستم والبارا سمباثيتك نيرفس سيستم ولو في اي اكسبشن، وهنتكلم المره دي على تاثير السيستمز دي على الاكسوكراين جلاندز. وايه هي الاكسوكراين جلاندز؟ الاكسوكراين جلاندز هي الجلاندز اللي بتفرز السكريشنز بتاعتها through ducts وتطلع على البادي سيرفيس، هي دي الاكسوكراين جلاندز، وده عكس الاندوكراين جلاندز اللي هي الجلاندز اللي بتفرز الكونتنتس بتاعتها في البلد فتوصل لكل الجسم. والكونتنتس بتاعت الاندوكراين جلاندز دي هي الهرمونز. فانا عندي اكسوكراين جلاندز وعندي اندوكراين جلاندز. اكسوكراين جلاندز بتطلع السكريشنز بتاعتها through ducts على البودي سيرفيس. طيب زي ايه اكسوكراين جلاندز؟ زي مثلا اللاكريمال جلاندز اللي هي الجلاندز اللي بتعمل لاكريميشن بتطلع الدموع. طيب هنلاقي ان السمباثيتك نيرفس سيستم ملوش افكت عليها، ولكن الباراسمباثيتك نيرفس سيستم لما يشتغل يزود السكريشن، يعني يزود اللاكريميشن. ودي قاعدة عامة احنا نعرفها. احنا لما جينا نتكلم الاول في الانترودكشن بتاعتنا عرفنا ان السمباثيتك نيرفس سيستم هو السيستم بتاع الخناقات وانت في ستريس، والباراسمباثيتك نيرفس سيستم قلنا عليه سيستم بتاع الافرازات لان هو بيزود الافرازات في الجسم، بيزود السكريشنز. فنلاقي ان الاكسوكراين جلاندز كلها السكريشنز بتاعتها بتزيد، فنلاقي اللاكريمال جلاندز يزيد فيها السكريشن، وايل السمباثيتك نيرفس سيستم ملوش افكت على اللاكريمال جلاندز، وهنا ما عندناش اي اكسبشن. طيب نتكلم عن تاني نوع من الجلاندز وهي السليفري جلاندز. السليفري جلاندز هنلاقي بقى ان هنا السمباثيتك نيرفس سيستم بيزود السكريشن، بيزود السكريشن بتاع السليفري جلاندز. طب ما احنا قلنا ان الباراسمباثيتك نيرفس سيستم هو السيستم بتاع الافرازات، هو اللي بيزود السكريشنز، فهل ده معناه ان هو في السليفري جلاندز مش هيزود السكريشن؟ لا، ده هو برضه هيزود السكريشن. ايه ده، يعني الاثنين هيزودوا السكريشن؟ اه. طب ازاي الاثنين هيعملوا نفس الحاجه؟ هما الاثنين هيزودوا السكريشن، لكن الاختلاف ما بينهم في نوع السكريشن اللي بيطلع. فنلاقي ان السمباثيتك نيرفس سيستم لما بيشتغل كتير بيطلع سكريشن في السليفري جلاندز، ولكن هي ثيك فيسيد سكريشن، سكريشن تقيله وفيسكس، ودي اللي بتخلي وانت في ستريس او وانت خايف او وانت داخل خناقه ريقك ناشف، عندك دراي ماوث، وده راجع لان السكريشن بتاعت السليفري جلاندز اللي زودها السمباثيتك نيرفس سيستم هي ثيك فيسيد سكريشن. علشان كده اي حد عنده السمباثيتك مش شغال كويس لاي سبب إن كان، او واخد ادويه بتوقف او بتزود شغل السمباثيتك، لو واحد عنده سمباثيتك شغال زياده او واخد ادويه بتزود شغل السمباثيتك، ممكن نلاقي ان السكريشن عنده دراي ماوث بسبب الثيك فيسيت سكريشن. على العكس من الباراسمباثيتك هو برضه بيزود السكريشن، ولكن السكريشن اللي هو بيزودها بتبقى ووتري سكريشن، ووتري سكريشن. عشان كده اللي بياخد ادويه بتضرب الباراسمباثيتك نيرفس سيستم يجيله دراي ماوث. ليه؟ لان السمباثيتك نيرفس سيستم هو اللي هيبقى واخد الاوبر هاند، هو اللي شغال اكتر، امال بيطلع ثيك فيسيت سكريشن عامل لي دراي ماوث. والحد اللي عنده دراي ماوث نديله دواء يزود الاكتيفيتي بتاعت الباراسمباثيتك نيرفس سيستم علشان يطلع له ووتر سكريشن من السليبري جلاندز ويعالج له الايه؟ الدراي ماوث. طيب هل هنا عندي اكسبشنز؟ لا، بس من الباين عندنا في الجزء ده ان احنا لو جينا بصينا على الاكشنز بتاعت السمباثيتك والباراسمباثيتك نلاقي ان هم غالبا انتاجونيستك لبعض، هم عكس بعض على السيستمز، واحد يزود هارت ريت، واحد يقلل هارت ريت، واحد يوسع برونكاي، واحد يضيق البرونكاي. ولكن بنلاقي ان هنا في اكسبشن في السليفري جلاند، هي في حد ذاتها تعتبر اكسبشن في حته ان الافكت بتاع الاثنين زي بعض على السليفري جلاندز، ولكن الفرق ما تم زود السكريشن، ولكن الفرق في نوع السكريشن، ثيك فيسيت سكريشن في السمباثيتك والووتر سكريشن في البارا سمباثيتك. طيب لكن لو احنا بقى جينا نتكلم عن ثالث نوع من الاكسوكراين جلاندز وهو سويت جلاندز،
احنا طبعا عارفين ان ديورنج الاستريس وانت في خناقه او انت في خناقه يعني بيزيد الايه السويت، يطلع عرق كتير، فبالتالي السمباثيتك نيرفس سيستم بيزود السكريشن بتاع السويت جلاندز، وايل الباراسمباثيتك نيرفس سيستم مالوش افكت على السويت جلاندز تقريبا. طيب فوانت في خناقه بتعرق، فبيزيد السكريشن بتاعت، يعني معناها ان السويت جلاندز بتزود السكريشن. هنا في اكسبشن مهم قوي لازم نكون عارفين ايه هو. دلوقتي احنا قلنا انه انت بتعرق during stress او during fight، يعني انت عندك sympathetic شغال. طيب ليه sympathetic شغال؟ لان لا السويت جلاندز رايح لها sympathetic innervation بس، رايح لها sympathetic innervation بس، يعني مش رايح لها parasympathetic nervous system. زي مين؟ زي مثلا الدايليتور بيبيلي ماسل اللي في العين، زي الفنتريكلز في الارض، دول كان رايح لهم sympathetic بس. دي نفس الكلام، سويت جلاندز بيروح لها sympathetic nervous system بس. طيب في حاجة مهمة جدا في السويت جلاندز تاني، هو احنا قلنا انه انا هقولها لكم بالطريقة دي علشان نفضل فاكرينها. ايه هي؟ هي رحلة sympathetic، لان في السمباثيتك بيزيد السويت. خلاص؟ طيب احنا قلنا ان البارا سمباثيتك نيرفس سيستم ده السيستم بتاع الافرازات، صح؟ طيب تمام. طب هو البارا سمباثيتك نيرفس سيستم ده ايه النيورو ترانسميتر بتاعه؟ اسيتايل كولين. اسيتايل كولين. طب يبقى لما نيجي نبص لها كده ونفكر، هنلاقي ان هي ممكن الى حد ما تكون منطقيه لو احنا فكرنا فيها كده او افتكرناها بالطريقه دي، اللي هي الجزئيه اللي انا هقولها دلوقتي، اللي هي ايه؟ ان السويت جلاندز دي رايح لها سمباثيتك ولا بارا؟ سمباثيتك نيرفس سيستم. بس النيورو ترانسميتر اللي طالع من السمباثيتك نيورونز دي هو النيورو ترانسميتر بتاع الافرازات، اللي هو ايه؟ اللي هو الاسيتايل كولين، اللي هو الاسيتايل كولين بتاع الباراسمباثيك نيرفس سيستم. يبقى بالرغم من ان السويت جلاندز دي رايح لها سمباثيتك نيرف، الا انه السمباثيتك نيرف ده بيبقى كولينرجيك، يعني بيطلع اسيتايل كولين. يبقى هنا في تو اكسبشنز مهمين قوي في السويت جلاندز، اولا واصل لها سمباثيتك بس مش بارا سمباثيتك نيرفس سيستم، تاني حاجه السمباثيتك اللي واصل لها كولينرجيك، يعني السمباثيتك اغلبه او كان يعني اغلبه بيطلع نور ابينفرين، ده النيورو ترانسميتر بتاع السمباثيتك، لكن هنا بيطلع لها النيورو ترانسميتر بتاع الافرازات اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الباراسمباثيك نيرفس سيستم اللي هو الاسيتيل كولين. يبقى السويت جلاندز بالرغم من ان هي سمباثيتك اونلي، برضو في اكسبشن تاني ان هي السمباثيتك نيورونز بتاعتها بتريليز اسيتايل كولين. وكده يبقى احنا خلصنا الجزئيه بتاعت الاكسوكراين جلاندز.